سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة مشاهدي قنوات بين سبورت الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. يظهر أو يعود البرازيلي مرة أخرى كوتينيو إلى مدينة برشلونة، ويظهر أمامك حكم المباراة السيد جيل مانزانو. اليوم بالمناسبة عيد ميلاده 34، تهانينا لحكم المباراة السيد جيل مانزانو، راح يحتفل بعد نهاية لحكم المباراة السيد جيل مانزانو اللي راح يحتفل اليوم بكرة اسبانيول تحولت عالية عند حارس المرمى متر 89 سنتيمتر، يرغب يحب ان يعود الى برشلونة بكرة تحولت اتجاه المرمى ولكنها تصل الى حارس المرمى لويس سواريز، الشهية مفتوحة، 16 هدف في الليغا، 115 الدربي اكيد لن تستقبل، ما راح يكون الاستقبال استقبال مثالي، لذلك عندما يستلم الكره بيكيه مباشر في اسبانيا عند الساعه 4:15 بالتوقيت المحلي بمحاوله برشلونه وصلت الى المتالق الرائع اللي امامك الكلاسيكو، تجد الرؤساء تجد الزعماء تجد محاوله الان برشلونه ولكن الكره مقطوعه، محاوله برشلونة حولت تبدو في غاية الخطورة لمصلحة برشلونة، الله 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 الله، حلوة التسديدة، حلوة، كوتينيو يتقدم من هذا المكان اللي يحبه ومن هذا المكان اللي فضل انه هو يسدد، اختار الزاوية اليسرى والمقص الايسر، واهم محاولة في هذا الديربي يقوم فيه البرازيلي، خطر في الديربي على اسبانيول، قد ياتي الهدف ولكن الكرة عالية جدا تمر بسلام، يتابعها فالفيردي، مطر مطول والضربة الحرة المباشرة لمصلحة إسبانيول لعبت ولكن يبعد المدافع في راية مرفوعة، ويبدو أن في حالة تسلل على المدافع، الأدوار المتقدمة في الكاس الدوري، الله الله الله، حلوة 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 حلوة، التسديدة الجميلة اللي يقوم فيها بابتيساو، التسديد وردة الفعل ممتازة من تغطية الملعب، يحظى بتغطية من أكثر من لاعب، يحولها في الأخير يوم ما يوجد نفسه ريال مدريد بكرة وصلت بهذا الشكل لل ذاك الأيام ما كنت جاهلا بكرة اسبانيول الرأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب، بابتيساو يتألق في هذه المباراة البرازيلي، قبل قليل سدد ديغو لوبيز يتابع الضربة الركنية لعبت جهة بيكي الرأسية عند حارس المرمى ثانية وجرانيرو والضربة الحرة عالية، يخرج حارس المرمى تيرسيغن إلى صفرة وإلى حالة تسلل في مكان خطير، لويس سواريز يتقدم يسدد الكرة عالية من فوق الجميع من فوق اللاعبين ومن فوق حارس المرمى ومن فوق العارضة، وصلت إلى أنيستا، المتابعة حاضرة والتمريرة جميلة، والكرة الأول ما احتسب الخطأ، وصلت إلى أنيستا الكرة الخطيرة التسديدة من أنيستا، وبعد ذلك التحول من لعب مجاهد الشوط الثاني، كرة في غاية الخطورة المرور وبعد ذلك الكرة تحول جول، ولكن 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 اعتقد ان الكرة عبرت من البداية، هدف ملغي، هدف ملغي لإسبانيول مع بداية الشوط الثاني، الكرة في عملية نقل الكرة، الكرة منقولة ولكن تصل إلى حارس المرمى، يقر الآن كوتينيو في برشلونة وإنييستا يقود محاولة أخرى لكنها تحولت إلى ضربة تطيع الفوز على برشلونة، لغاية الآن ما حد في الليغا ولا فريق في الكأس نعم تلقى كان يعني ما في مجال كبير، كوتينيو إلى ميسي وميسي سدد، شوف شوف الآن كوتينيو يتحرك في داخل اللاعب، تكلفة اللاعب تلعب مع ميسي مع سواريز، الكرة المباشرة عند ميسي وميسي يتقدم ينقلها، شكل الدربي في جول، شكل الدربي ممكن أن يأتي الجول الأول، الباكورد بهذا الشكل إلى ضربة مرمى، أجمل الدربي الشوط الثاني، أجمل أحلى وحتى من جانب فريق إسبانيول، فالفيردي الفوز على إسبانيول في ملعب إسبانيول، كرة الله جول.
مشهد الجول الأول بواسطة جيرارد. جيرارد يولع الديربي وينشر الفرح في ملعب المباراة. أكثر من 21 دقيقة، لا تفكر أن برشلونة راح يخسر. كل شيء يعمله الآن كيكا فلوريز، وبالكرة الخطيرة السقوط على أرضية الملعب، الكرة إلى ضربة مرمى. حكم المباراة ميسي يتراجع ويسيطر على الكرة ويحولها، ولكنها ما وصلت إلى لويس سواريز. الضربة الحرة المباشرة انلعبت. الله، جول بيكي. بيكي أمس يوم عيد ميلاده، اليوم أتى إلى ملعب المباراة وتلقى صافرات الاستهجان ورد به.